اعتقد ان عدم وصول ان الفن الراقي يعني باش يعني توصل هنا كما يقول لك تدخل بيوت الجزائريه، انه من كثره المواقع التواصل الاجتماعي ربما هي اللي اصبحت تروج ربما اصبحت تروج للفن الرديء. يعني حتى الفن الاصيل اصبح لا يصل الى ربما نشوف الفن الاصيل تاع يعني الفنانين تاع البكري ما يوصلوش، يعني ماتوا. ربما مواقع التواصل الاجتماعي هي التي ساهمت في عدم وصول انه الفن الاصيل يعني ينتشر في الـ في الـ في, الـ في البيوت الجزائريه او في الساحه الفنيه. صحيح صحيح. هل منتدى صدى الشباب يسعى للترويج للفن الجيد؟ يعني أكيد نحن في البرنامج يعني في أهداف المنتدى، منتدى صدى الشباب، عندنا لجنة الوطنية للفنان الجزائري، يعني تعمل على ترقية الفنان الجزائري وعلى حتى معالجة مشاكل يعني الفنان الجزائري من المشاكل الاجتماعية، وكذلك ربما درنا حتى اتصال مع الفنانين ربما باش نديروا دورات تكوينية في المسرح وفي الفن الجزائري. شفنا بعض الفنانين اللي عندهم مواهب والفنانين اللي عندهم يعني الفن الأصيل، يعني الفن ربما باش نتعاملوا معاه في إطار يعني حتى اللي أصبح يعني اللي يدخل الفن أو اللي يقول أنا فنان لازم يكون على الأقل عنده خبرة وعنده تكوين، يعني تكوين مسرحي، يعني لازم مارس يكون عنده أو في الموسيقى أو بارك الله فيك، يعني ما يجيش مباشرة يقول لك أنا فنان. يعني ربما شارك مرة في تاع الحان وشباب سيبوا أنا فنان والسلام عليكم.